طيب بإذن الله. اسمح لنا ننتقل لخبر آخر أستاذ فكرية. مشاهدينا الخبر اللي معانا بعد كده، سامح شكري، مصر قدمت تنازلات في قضية سد النهضة وإثيوبيا تواصل التعنت. جدد سامح شكري وزير الخارجية رغبة مصر في التواصل إلى حل أزمة سد النهضة عبر المسار التفاوضي. وقال شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية لوكسمبورغ أن مصر سعت على مدار 10 سنوات للتوصل إلى اتفاق يراعي الملكية المشتركة في نهر النيل وحقوق التنمية للشعب الإثيوبي دون الإضرار بدولتي المصب. وأضاف أن مصر قدمت تنازلات على سبيل المرونة وتوفير الفرصة للأشقاء في إثيوبيا من أجل النهوض بمستوى المعيشة، لكن حتى الآن لم تلمس الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي للتوقيع على الاتفاق الذي تمت صياغته في واشنطن، مشيرا إلى أنها تواصل التعنت والتنصل من الاتفاقيات. يعني تعليق حضرتك طبعا، خصوصا أن احنا يعني ملف سد النهضة ده يعني ناس كتير جدا مهتمية به، مش بس الحكومة والقائمين على الحكومة، ولكن الناس كمان مهتمية بهذا الشأن طبعا، لأن دي مية وحياة يعني. فحابين حضرتك تشاركينا وتقولي لنا وصلنا لغاية فين في هذا الموضوع. طبعا يعني ما زال التعنت الاثيوبي برغم ان مصر دلوقتي بدات في تدويل القضيه، واحنا لجأنا مؤخرا زي ما قلت للامم المتحده والمجلس الامن والمجتمع الدولي. كمان في لقاءات يعني ثنائيه مصر بتتمها على مستوى القيادات السياسيه، ومنها اللي هو مع جاك اسيلكورن اللي هو وزير خارجيه لوكسمبورغ اللي بيزور القاهره حاليا. مهم جدا ان مصر توضح وجهه نظرها وتوضح المخاطر اللي هي هتصيب مصر والشعب المصري بسبب التعنت الاثيوبي في استكمال سد النهضه. ويمكن الاشاره لان مصر قدمت تنازلات دي جمله خطيره، لان المواطن ممكن يقول لك احنا قدمنا تنازلات فاحنا هنفرط في حقنا المائي. لا، احنا لازم نوضح ايه هي التنازلات. التنازلات ان مصر قبلت ببناء سد النهضه بشرط ان اثيوبيا توقع على اتفاق قانوني دولي يؤكد حقوق دولتي المصب مصر والسودان. ما يدرش يعني احنا بنقول لكم على بناء السد بس لازم توقع الاتفاقيه بتضمن لنا حقوقنا. وفي كمان هناك حديث اخر عن تنازل ان مصر اعلنت استعدادها، مش ما تمش حتى الان، استعدادها للتنازل عن 20% من حصه المياه والقبول ب 40 مليار متر مكعب من المياه سنويا في فتره ملء السد فقط، على ان تتعهد اثيوبيا باعاده الحصه الى المستوى الاول. ولكن طبيعي. اثيوبيا برضه تتعنت في هذا. الحقيقه احنا لغايه دلوقتي بننتهج الطرق السلميه والقنوات الدبلوماسيه للتفاوض، لكن من الواضح ان اثيوبيا بتتعنت. وبالرغم ان مصر عارفه ان سد النهضه الاثيوبي مش تنموي بالدرجه الاولى اكثر ما هو مشروع سياسي، وكلنا عارفين الكلام ده، والدول العربيه عارفه الكلام ده، والمجتمع الدولي المحايد عارف هذا الكلام، ان هناك مشروع سياسي تهدف اليه اثيوبيا ومن وراءها دول اخرى، يعني لتسحير مصر وتعطشها وتجوعها، لان احنا عارفين المياه هي حياه، مش بس ميه شرب. احنا طبعا عندنا يعني امن زراعي وامن قومي، وعندنا تصحر هيتم، وعندنا حاجات كتيره خطيره جدا. فده ملف مهم، ولازم اثيوبيا تستجيب للمفاوضات السلميه، ولا تجعلنا نصل الى نهايه طريق مسدود. وفي النهايه طبعا زي ما اشار الرئيس السي اكثر من مره ان هناك الخيارات مفتوحه، دي كلمه خطيره جدا، واتمنى ان اثيوبيا لا تضعنا الى خيار اخير يهدد امن المنطقه ويصل بنا الى حل عسكري لا نريده جميعا. يعني احنا طبعا بنتمنى ان هذه الازمه وهذا الملف يعني ينتهي بخير للصالح للجميع، واحنا واثقين طبعا يعني في ربنا وان وخيره في الاداره المصريه ان شاء الله توصل لحل مطلق السياسيه ان شاء الله.